خطيرة خطيرة لكن ما يمرش. ولوتسيو في هجمة معاكسة الآن لمصلحة المنتخب البرازيلي. لوتسيو يلعبها لرونالدو وفي هذه التسلل الخطيرة. هدف تعادل، هدف تعادل للمنتخب البرازيلي بالفعل. لا بيع بيع الكرة من رونالدو، بعد عمل كل شيء رونالدو إلا أن يسكن الكرة في شباك المنتخب الكوري. والله تمريرة رائعة جدا هذه الكرة من لوتسيو باتجاه رونالدو. الفرصة الثانية وجها لوجه مع الحارس. شوف لوتسيو كرة من وسط الميدان باتجاه رونالدو، هكوة في دفاع المنتخب الكوري. رونالدو مش من عادته يضيع فرص مثل هذه، رونالدو ما هوش من عادته يضيع فرص مثل هذه. هي فرصة ثمينة أخرى للمهاجم رونالدو. غير موفق في الربع ساعة الأول من هذا اللقاء لحد الآن مهاجم المنتخب البرازيلي رونالدو. شوف قدمت الكرة في وضعية جيدة رونالدو، بإمكانه المنتخب البرازيلي عدل النتيجة. المباراة تصبح مفتوحة أكثر مع تسجيل المنتخب الكوري هدف التقدم. كرة في وسط الميدان مصلحة المنتخب البرازيلي. ديروبرتو ديروبرتو يحاول يمر، خطيرة الكرة هذه خطيرة. رونالدو فرصة هدف تعادل بالفعل بالفعل رونالدو يعدل النتيجة بعد فرصتين لتسجيلها. هو رونالدو ينجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب البرازيلي. نفس الطريقة ونفس الخلل في دفاع المنتخب الكوري. الاختراق من العمق هو الحل بالنسبة لمنتخب البرازيل في هذا اللقاء. فرحة كبيرة، رونالدو سجل هدف آخر على هذا الملعب الذي يعشقه وله ذكريات كبيرة في هذا الملعب. عمل رائع جدا من فليبرتون، ورونالدو لم يتسامح مع الحارس لي وونغ جي ودفاع المنتخب الكوري بالمرة الثالثة. في المرة الثالثة ينجح رونالدو في تعديل النتيجة. هدف جميل للمنتخب البرازيلي. ننتظر في أكثر إثارة في هذا اللقاء الجميل جدا. شوف التمريرة، تمريرة رائعة من ديروبرتو، ورونالدو على طبق دون مراقبة للكرة يوضعها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس لي وون جي، يعدل النتيجة وتصبح هدف لهدف، هدف لهدف بعد ربع ساعة. مباراة مثيرة لحد الآن، مثيرة وجميلة وفيها إثارة.